السلام عليكم. كنقدم تحية تربوية وفنية لكم كصحفيين ولزوار معرض مؤسسة حنان اللي سميناه معرض الرسامون الصغار. هذا المعرض هذا كيشمل كثير من الأعمال الفنية اللي شاركوا في جميع المستويات تاع مؤسسة حنان من القسم الأول حتى القسم السادس. فيه ريسيكلاج، كذلك الكولاج، وفيه الرسم بالصباغة على الأطوال. بالنسبة لهذا المعرض هذا اللي كيشمل تقريبا ما بين 50 حتى 60 لوحة كلها من أعمال التلاميذ ومتدريبات اللي احنا بديناها من الأسدس الثاني ديال الموسم الدراسي 2021-2022. كنشجع هاد التلاميذ اللي عندهم الهوايات اللي لقينا واستخرجنا منهم واحد الابداعات وهوايات اللي كانوا مخزونين، هما اكتشفوا نفوسهم وحنا اكتشفناهم بانهم عندهم موهبه ديال الرسم وموهبه ديال الابداع لا بالنسبه للريسيكلاج وكذلك اللوحات الفنيه. كما كنقول انا كنشجع وكنهنئ وكنشكر جميع الاباء اللي هما بادروا في هذا المعرض هذا واللي شجعوا وليداتهم على هذا المعرض والهوايه تاعتهم اللي اكتشفوها، وكنشكر الطاقم الاداري اللي كانت عنده ديد التهوى اللي شجعنا عطانا المكان اللي احنا خدمنا فيه، وكان عندهم كامل الصبر عطاونا الوقت خداو من الحصص التربويه اللي كياخذها التلميذ ودرنا معاهم هذه الماده هذه، لان هذه الماده هذه التربيه الفنيه فهي ونشاط ماشي تكميلي ولكن نشاط اللي هو خاص ضروري ياخذوه جميع التلاميذ اللي كتخليو ان الروح كترجع للماده والدراسه بعد ما كنكون التلميذ خدا واحد المواد اللي كتراكم عليه، ولكن المتنفس الواحد عنده هو هذا النشاط، النشاط ديال الصباغه، النشاط ديال الرسم، النشاط ديال الابداع ديالو. ونحن في مؤسستنا نهتم بالأنشطة الموازية لأنها جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومن مشروع المؤسسة. وكما تعلمون أن هذه الأنشطة الموازية الهدف منها هو تنمية الطفل وتشجيعه على الإبداع، وهي وكذلك تنمي فيه روح التعاون. لذلك ارتأينا إلى تنظيم هذا المعرض الفني بمشاركة جميع المستويات من الروض الثاني إلى المستوى السادس ابتدائي. أتشرف لتقديم ودعوتكم لزيارة المعرض المدرسي الذي نظمت مؤسسة حنان تحت إشراف الأستاذة نجاة لنستمتع جميعا بإبداعات التلاميذ والتلميذات من خلال الرسومات واللوحات الفنية التشكيلية. Notre école a organisé une exposition de l'art plastique avec la peinture sur toile, le recyclage et la planche sur clou. المشاركة هو هاد التابلو ديال لاسيغ انه هو هاد الباب.